من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد أن عدد الشركات الجديدة التي تسعى للقيد بالبورصة المصرية بلغت 14 شركة موزعة بين 8 شركات تتفاوض للتقدم، ومن 5 إلى 6 شركات أخرى تستعلم عن القيد، فيما قيدت 3 شركات خلال العام الماضي ولكن لم تتقدم للطرح. وأضاف خلال مؤتمر الحصاد السنوي للبورصة أنه تم تخفيض زمن الإيقاف لتداول السهم من 30 إلى 15 دقيقة في حالات الارتفاع والانخفاض بسبب تفوق محددات التداول. أولى القرارات اللي أخذناها إن إحنا بنخفض زمن الإيقاف المؤقت من نص ساعة لربع ساعة، ده وفر لنا ساعات عمل كثيرة بالنسبة للمستثمر، بيقدر يتعامل على الورقة المالية بيسر وسهولة، بحيث إن أنت كان في الآخر أنت عندك هم كلهم في اليوم 4 ساعات أو 4 ساعات ونص تداول، فلما بتوقف ورقة مالية على مستوى نص ساعة في اليوم وعندك في المتوسط من 12 أو المدى اللي بنتكلم عليه من 12 ل 15 إيقاف يوميا، فإحنا بنتكلم في عدد ساعات كبير من الإيقافات فيما يتعلق بهذه الأوراق.